أولويات التنمية في إفريقيا في مواجهة صعبة مع التحديات التي تواجهها بلدان القارة بشكل عام، وعلى وجه الخصوص منطقة الساحل من حيث كثافة انتشار الأنشطة الإرهابية من جهة والأزمات الإنسانية من جهة أخرى. وفي غضون ذلك تستغل بعض الأطراف الأجنبية هذه الحالة لتمرير أجنداتها عبر الزج بالمرتزقة وتوريد السلاح دون اكتراث للنتائج السلبية التي ستنعكس على الداخل هناك. ورغم محاولات الاتحاد الإفريقي لرأب الصدى، إلا أن ذلك يصطدم بغياب التوافق الذي يحول دون ترجمة المقترحات والحلول لمعالجة الأزمات أو احتوائها. وبدلا من التوافق حول صيغة معينة، يلقي الزعماء الأفارقة باللوم على التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لإفريقيا، حيث سهلت تلك التدخلات من حصول الانقلابات العسكرية والتعديلات غير الدستورية في خروج واضح عن مسار القانون. تحاول إفريقيا ترميم هياكلها الإدارية والأمنية التي مزقتها الأزمات الإنسانية بجانب الإرهاب، وذلك من خلال لقاءات واجتماعات للاتحاد الإفريقي بهدف التوصل إلى توافق يجنب بلدان القارة ما هو أسوأ من الوضع الراهن. الاتحاد الإفريقي لم يفوت فرصة لعقد قمتين استثنائيتين في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو على مستوى رؤساء البلدان، إذ خلصوا من خلالهما إلى أن الإرهاب وسوء الإدارة والانقلابات أسباب رئيسية للأزمات في القارة الإفريقية. أولى القمتين كانت بشأن الأزمات الإنسانية، وثانيهما كانت حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات دون التوصل إلى أي تدابير ملموسة لمعالجة هذه القضايا. رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد حث القادة الأفارقة على اتخاذ تدابير عاجلة بخصوص نحو 113 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، و282 مليون آخرين يعانون من نقص التغذية، داعيا في الوقت نفسه إلى إنشاء تكتل عسكري لعموم إفريقيا. وحول موضوع الإرهاب، أكد فقي أنه بمثابة مرض ينخر بشكل تدريجي كل مناطق القارة من ليبيا إلى موزمبيق ومن مالي إلى الصومال، مرورا بمنطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي إيحاء لغياب التوافق في الآراء، غادر القادة الأفارقة إلى بلدانهم وألغي الحفل والخطاب الختاميين رغم الإعلان عنهما في وقت سابق، بينما أكد سفير غينيا بالاتحاد الإفريقي كريسانتوس أوندو على تبني إعلان يتضمن قرارا مهما بشأن الإرهاب والتغييرات الدستورية، رافضا الكشف عن فحواه. الانقلابات الزاحفة كما وصفها فقي تعد ذريعة لعجز الحكومات المدنية المنتخبة ديمقراطيا على مكافحة الإرهاب، حيث اعتبر أنها تتم عن طريق تعديلات الدساتير بغرض مصادرة السلطة. وألقى العديد من الزعماء الأفارقة أو ممثليهم باللوم على التدخل الأجنبي وما وصفوه بالاستعمار الجديد الذي تمارسه أطراف معينة عبر زج المرتزقة في البلدان الإفريقية لتفسير الانقلابات أو تبرير استمرار الأنظمة السلطوية. من القاهرة ينضم إلي الأستاذ رامي زهدي، خبير في الشؤون الإفريقية. مساء الخير وأهلا بك معنا أستاذ رامي. ومن باريس أرحب بي الأستاذ محمد المباركي، كاتب وحقوقي، ومن أبسال السويد شفا العفري، محلل سياسي مختص بشأن القرن الإفريقي. مساء الخير أستاذ شفا وأهلا بك معنا. لو أبدأ الحديث معك، حقيقة يعني أود أن أتساءل معك عن نقطة مهمة، أن يتم عقد قمتين استثنائيتين كما قيل عنها، وأن يتم الإعلان بأن هاتين القمتين فشلت بشكل أو بآخر بالوصول إلى صيغة توافقية، يعني عدم الإفصاح عن الخطاب الختامي لهاتين القمتين. كيف تقيم ذلك؟ وهل من الممكن القول بأن الاتحاد الإفريقي اليوم لا يمكن أن يلعب هذا الدور الكبير؟ أولا شكرا على الاستضافة. ثانيا، حقيقة أنا أعتقد أنه
أن القمة كانت تتكون من شقين، وهو الشق الأول هو عن الأزمات الإنسانية، والشق الثاني كان يتعلق بالتغيير الغير الشرعي للسلطة وكذلك الإرهاب. لا يمكننا أن نحكم على القمة الإفريقية في غينيا الاستوائية على أنها فاشلة، بحكم أن الشق الأول من الاجتماع أو القمة كان ناجحا بمقاييس كبيرة، وأنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق لمعالجة الأزمات الإنسانية، وهذا في حد ذاته يعني نجاح كبير. أما الشق الثاني من الأزمة وفي بحقيقة الأحوال أنه تغيير السلطة وكذلك قضية الإرهاب. قضية الإرهاب قضية ليست إفريقية فقط، وهي قضية عالمية، وبالتأكيد في أي تدخلات من خارج الغارة وكذلك بعض الدول في القارة. وأما تغيير السلطة فمن الصعب جدا في هذا الشق التوصل إلى اتفاق، ولم يكن لدينا كثير من التفاؤل في هذا الموضوع. أولا هذه الدول، كثير من الدول في قارة إفريقيا دول يعني رؤساها لم يأتوا بالسلطة بطريقة شرعية وليسوا بالسلطة بطرق شرعية، فبالتالي تغيير النظام أو تغيير النظام بالاقتراع أو الانتخابات شبه مستحيل. فبالتالي بعد هذه الدول يعني هذه السنوات الأربعة الماضية صارت في هناك أربع انقلابات في الغارة، فكثير من الدول يعني رؤساء الدول خائفين على أن تعتدي أو تعدى هذه الآفة دولهم ويأتي الانقلابات. لكن يأتي كيف يتم التغيير إذن؟ يعني عندنا في قرن إفريقيا هناك مثلا بعض الدول، على سبيل المثال مثلا جيبوتي، عندنا مثل مأثور في جيبوتي، الانتخابات إذا كان حزب إربيبي وهو الحزب الحاكم، حزب التجمع الشعبي، كان في كفة وصوت مثلا سكان سينا الشعبية للمعارضة، فإن الحزب الحاكم سيفوز. بمعنى أن تغيير النظام عن طريق الانتخابات والاختراع شيء معدوم. وكذلك عندنا دول مثلا زي دولة إريتريا على سبيل المثال، دولة ليس فيها برلمان، ليس فيها انتخابات، لم يسير فيها حتى الدستور. مثلا إذا صار تغيير النظام في هذه الدولة عن طريق انقلاب عن طريق كذا، ماذا حنقول؟ يعني التوصل إلى يعني اتفاق في هذا الشأن في حقيقة أنه أولا لابد من توضيح الأمور، وليس يعني مثلا إدانة الانقلابات. فكثير من الدول مثلا اللي صارت فيها الانتخابات على سبيل المثال كان فيه ديكتاتوريات، مثلا مالي الانقلاب يحظى بكثير من التأييد الشعبي، وصار حتى في تونس، لأنه أقصد السودان، لأن الدول كانت دول دمى يستخدمها الغرب لمصالحه الشخصية ولا تخدم الشعب بقدر ما تخدم الدول الغربية. وصلت فكرتك أستاذ رامي زهدي في هذه الجزئية. يعني إن كانت السلطات موجودة وكان هناك حكم ديكتاتوري، اليوم أغلب الدول الأفريقية على أبواب يعني انقلابات العسكرية، أو حصلت فعلا فيها انقلابات عسكرية. عندما يتحدث سفير غينيا بالاتحاد الأفريقي على ضرورة تبني إعلان يتضمن قرار مهم بشأن الإرهاب والتغييرات الدستورية، أتساءل معك كونك خبير في الشؤون الأفريقية، ماذا يمكن أن يكون شكل هذه القرارات والدساتير؟ كيف يمكن المواءمة بين الانقلابات العسكرية وبين وجود شكل ديمقراطي مزيف للحكم؟ أهلا وسهلا. وقبل أن أنتقل إلى الإجابة على سؤال سيادتك، اسمحي لي أعلق على انتهاء القمتين الاستثنائيتين بدون تدابير ملزمة أو اتفاق صريح أو اتفاق ملزم أو إعلان حتى واضح. إن بالنسبة لي كمتابع للشأن الأفريقي، هذا أمر يحدث كثيرا في قمم أفريقية أخرى وفي اجتماعات ومؤتمرات هامة، إما لضعف التنسيق والإعداد المسبق
للقمة أو لغياب العمل المؤسسي أو لضعف المؤسسات الأفريقية أو بصفة عامة لغياب الإرادة الحقيقية لدى القادة المجتمعين للوصول إلى شيء مفيد إلى القارة الأفريقية. فأنا لم أكن متفاجئا من نهاية الأمر بهذا الشكل. وفي أحيان أخرى ينتهي المؤتمر بإعلان صريح ولكن لا ينفذ ولا توجد إرادة لتنفيذه. فيما يتعلق بالسؤال اللي حضرتك طرحتيه أتفق فيما طرحه الضيف الكريم بنسبة كبيرة بأن الانقلابات في القارة الأفريقية لا يجب أن تعمم الأحكام عليها، لأن هناك انقلابات وهناك تغييرات ضرورية وإرادة شعوب تتم على الأرض، خاصة وأن معظم الدول الأفريقية للأسف تفتقد إلى ثقافة الحوار وإلى المناخ السياسي العام الذي يسمح بالاختلاف وتبادل الآراء والمعارضة الحقيقية الوطنية، وبالتالي لا يجد الأفارقة في أوقات كثيرة غير الاحتدام أو الانتقال إلى مرحلة الصراع المسلح أو الانقلاب على السلطة الحاكمة. وفي سلطات عديدة هي كما ذكر الضيف وكما ذكرت حضرتك في مقدمة سؤالك، هي سلطات أتت بأنظمة انتخابية مشكوك في صحتها أو أنها جاءت عبر انقلابات أخرى أو عكس إرادة الشعوب. لذلك أفترض بأن لابد من وضع توصيف دقيق وآليات متى يوصف الأمر بأنه انقلاب ضد إرادة الشعب ومتى يوصف بأنه مع ولمصلحة ومع رغبة وإرادة الشعب. إذن آلية التوصيف في المقام الأول، لا يجب أن يتعامل الاتحاد الأفريقي بصفة عامة وبحكم واحد ضد أي انقلاب بأن يقوم بتوجيه عقوبات ضد هذه الدولة أو إقصائها من الاتحاد الأفريقي أو تعليق عضويتها. يجب أن تكون هناك لجان تحقيق متمكنة ولائحة مهمة للحكم على الأمور بمصداقية. أستاذ محمد المباركي، يعني إن كنت تستمع إلى ما نتناقش فيه، يعني هل من الممكن فعلا توصيف هذه الحالات التي تعاني منها أغلب الدول الأفريقية؟ كيف يمكن الوصول إلى قوانين تبرر الاحتكام إلى المعارضة أو الاحتكام إلى الانقلابات العسكرية من أجل الإطاحة بالأنظمة التي وصلت عن طريق قوانين مشبوهة أو عن طريق تعديلات دستورية الغرض منها هو مصادرة السلطة؟ شكراً وتحياتي للمساهمين في هذا الحوار الطيب الشيق. يا أخت، كقاعدة أساسية إذا نظرنا ما هي الإمكانيات للنمو، ما هي إمكانيات للديمقراطية أن تكون في بلد، فهو الأمن. فضمان الأمن هو السبب أو القاعدة التي تبنى عليها أي تنمية بشرية أو اقتصادية أو ديمقراطية عامة. هذا غير موجود. ولماذا هذا غير موجود؟ هذا غير موجود إذا نظرنا إلى إفريقيا، إلى قارة إفريقيا، فهي أغنى قارة موجودة، أي كل الخيرات الطبيعية لإفريقيا فقادرة أن تساهم في تنمية بشرية قوية ودائمة. لكن هذا غير موجود. لماذا؟ لأننا لا ننسى بأن إفريقيا كانت مستعمرات، وبأن الاستعمار ترك شيء يعني خطير وهو تلك الحدود، فبقي مكان يعزل أو يعطي الاستقلال لمناطق التي يسيطر عليها والتي فيها خيرات يعني متجاوزا للشعوب التي كانت تعيش أو تتفاعل فيما بينها في تلك المنطقة. فلازلنا منذ الاستقلال يعني الستينات، بداية الستينات إلى أواخر السبعينات، فبقيت تلك الحروب الدائمة والمستمرة بين هذه الدول حول الحدود. ثانيا، فهذا الاستقلال يعني الذي طبق بشكل يعني عشوائي وبشكل يعني تبعي، فإنه خلق تجمعات غير متكاملة، وبالتالي فهناك مجموعات تطالب باستقلالها أو باستقلال ذاتي كما عرفنا في السودان الجنوبية أو في الضفار أو في غيرها من المناطق الأخرى. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني يا أخت هو أنه بالفعل يعني ليست هناك وجود مرجعية لهذه الدول، أي ليس هناك إمكانية احتكام أن يكون هناك يعني مجلس يستمع له ويسترشد به من أجل حل هذه المشاكل المتصاعدة. إفريقيا الآن هي المنطقة التي فيها أكثر الحروب، فهي المنطقة التي فيها أكثر الصراعات، فهي المنطقة التي تعرف انقلابات، وليس لنا لأن هناك
تناخذ المالي مثلا. أستاذ محمد المبارك، يعني أريد حقيقة أن أستفهم منك، يعني على سبيل الذكر وليس الحصر، السودان اليوم كما تعلم هناك أكثر من وثيقة دستورية، هناك إشراك لأكثر من جهة، وحتى الآن لا يمكن الاعتماد على أي وثيقة نظرا لوجود معارضين لهذه الوثيقة، نظرا لمطالبة الكثير من الجهات بالانضمام ولرفض البعض الآخر لها. يا أختي، كنت رئيس للطلبة العرب في فرنسا بداية السبعينات، وأذكر بأن كان أذكى الناس وأشدهم يعني حنكة وفهم هم طلبة السودان. فالشيء غريب، ناس يعني متواضعين، ناس يعني محتكمين، هم الصوماليين. شوف الغرابة، ما هو واقع في الصومال وما هو واقع في السودان، فالشيء يؤلم. هذا لأنه لا يعني لعبت تلك، زيادة على العرقية اللي حكيت عليها، جاتنا يعني هناك عوض ما نحتكم للديمقراطية، جاتنا هناك العقائد المتزمتة وانقلابات عسكرية التي حصلت، فهذا كله أثر على الشعب. له إمكانية خارقة مثل السودان، وله إمكانية ثقافية، لكن للأسف الشديد هناك عوامل خارجية تفعل فعلها كمرض، وكما أشير إليه كمرض. نعم. أستاذ شفا العمري، يعني وفقا لغياب التوافق حول ملفات، تعتبر هذه الملفات مصيرية وخطيرة، على رأسها ملف الإرهاب كما تحدثنا، برأيك ما مدى حالة الانقسام التي تعيشها أغلب البلدان الأفريقية؟ وتحدث أستاذ محمد المباركي على الصومال والسودان كمثال. استشفى. أعتقد أن السؤال موجه لي. نعم، أعتقد أنه فيما يخص بحالة أو تفشي الإرهاب، أعتقد أنه لا يوجد هناك انقسام حول يعني إدانة الإرهاب ومحاربته. الإرهاب متفشي في معظم أنحاء الغارة، بما أن الأمن في هذه القارات بوجود الصراع موجود، كما كان موجودا في عدة غارات في الحقيقة، مثلا زي آسيا وشرق الأوسط وغيره، حيث ما تكون هناك قلاقل وبلابل وصراعات يكون هناك يعني منبت خصب للإرهاب. ولكن المشكلة تكمن في أن بعض الدول إذا كان هناك يعني عداء لبعضهم البعض، تكون حكومات بعد هذه الدول تأتي وبصورة غير معلنة يتم تمويل الإرهاب بطريقة أو بأخرى لزعزعة الاستقرار في الدولة الأخرى. وهذه مشكلة حقيقة موجودة في حتى في منطقة القارة الإفريقية وكذلك في إفريقيا. مثل هذه التدخلات يجب أن من البداية يجب يعني قادة الدول الإفريقية في قمم مثل هذه يجب أن يتم حسمها منذ البداية، يعني وإدانة الدول. نعم. أستاذ رامي زهدي، بدقيقة لو سمحت، يعني رغم كثرة اللقاءات ورغم كثرة الاجتماعات، بحسب الدراسات إفريقيا مقبلة أن تكون قبلة للإرهابيين، ماذا برأيك هو الحل لمواجهة تفشي الإرهاب في هذه القارة؟ الحل في وجهة نظري هي الإرادة الحقيقية لخدمة أفريقيا من الأفارقة نفسهم، وليس الارتكان على مشكلات أو على اتهام الآخرين بالتدخلات المستمرة في الشأن الأفريقي. أعتقد بأن المشكلات واضحة في أفريقيا والحلول واضحة، وكيفية تنفيذ هذه الحلول واضح، بقي إرادة حقيقية للزعماء والقادة والمسؤولين وللشعوب ولهيئات المجتمع المدني ولكل المشاركين لمواجهة ذلك، ولا مجال في أفريقيا لمواجهة الإرهاب إلا التنمية الاقتصادية الحقيقية. أستاذ محمد مباركي، لو أختتم معك في الفكرة ذاتها، هل تنظر إلى أفريقيا بأنها ستكون مقبلة على فوضى عارمة نتيجة توجه الكثير من الجماعات الإرهابية داعش والقاعدة، وأيضا نتيجة اختلاف مصالح الدول الغربية في هذه المناطق، المصالح الجيوسياسية والاقتصادية؟ لا أظن يا أخت، فالإنسان لازم أن يكون متفائلا. بطبيعة الحال هناك وضع مؤلم، هناك شيء يعني المطروح على أبناء الأفارقة وأنا منهم، أن يعني نتمنى أن تكون هناك مثال دولة، أن تعطينا المثال الديمقراطي الحي
كانت مثلا، وأنا من الشباب الذين كان ملهما بالثورة المصرية لثورة جمال عبد الناصر قائد الثورة المصرية، كان انقلاب عسكري، لكن كان هناك تجاوب شعبي ليس فقط في مصر بل في مجموع الدول العربية، وكان هناك حافز أن تدخلت الدولة المصرية آنذاك في مختلف الصراعات الإفريقية ودعمت كل جبهات التحرر. أي لو وجدنا الآن فالإنسان يسير على 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 سير المثال الأهم. للأسف الشديد هنا دول ضعيفة، ليست هناك دول بقوة أن تتدخل بشكل فعلي. نعم أستاذ محمد المبارك، للأسف انتهى وقت النقاش والحلقة، شكرا جزيلا لك الكاتب والحقوقي ضيفي من باريس، ممتنة جزيلا الامتنان على كل ما تفضلت به، توجه بجزيل الشكر إلى الأستاذ رامي زهدي خبير في الشؤون الإفريقية، شكرا لك وشكرا على مشاركتك. أيضا الأستاذ شفا العفري محلل سياسي مختص بشأن القرن الإفريقي من أوبسالا السويد، شكرا لك أستاذ وشكرا لك، شكرا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء.